في إطار الديمقراطية التشاركية اللي نهجناها نحن كمناضلات وكمناضلي اتحاد شراكة القوات الشعبية في مقاطعة جنان الورد، ألا وهي مشاركة جميع القواعد الاتحادية بتراب ديال هذه المقاطعة هذه في اتخاذ جميع القرارات، سواء حول الاستحقاقات المقبلة أو حول الوضع السياسي الراهن بالمدينة أو الوضع السياسي الراهن بالمغرب. فهذه الخطوة هذه اللي خديناها فهي تجسيداً لمبدأ الديمقراطية اللي تنهجها الحزب، اللي من ضمن المبادئ اللي هي الديمقراطية والاشتراكية. فما يمكنناش ناخذ شي قرار نحن كمناضلات وكمناضل مقاطعة جنان الورد وتنأكدها بدون استشارة جميع القواعد الاتحادية بهذه المقاطعة في جميع المجالات، باش ما يجيش غدا من غدا شي حد يقولنا راه اتخذتوا القرار انفرادي، اتخذتوا القرار احادي، بمعنى تخص اتحادية والاتحادين كلهم يشاركوا في اتخاذ القرارات ان شاء الله بحول الله في جميع المجالات. وشكرا. كما نؤكد على اننا نحن كالاتحادين وكيف مدينة فاس وساكنة فاس متعطشة النضالات ديال الاتحاد الشراكي والمواقف ديالها وفاس ترجع للسكة الصحيحة ديالها، فاحنا كاتحاديات وكاتحاديون وكشباب داكشي اللي درناه في كمناضلات وكمناضلين مع الاتحاد الوطني طلبة المغرب في ساحة الجامعة، داكشي اللي عطيناه وعطينا الدم ديالنا من أجل الطالب، احنا مستعدين باش نعطيوه للساكنة ديال فاس ككل. احنا ناس جايين باش نمدوا يدينا كأيادي بيضاء لساكنة مدينة فاس باش ترجع للسكة الصحيحة ديالها. وهذا تأكيد على أننا سوف نناضل ليلا النهار من أجل رد الاعتبار لمدينة فاس والساكنة مدينة فاس، لأن هذه المدينة وهذه الساكنة ديالها للأسف هما ناس محتاجين لواحد المجموعة مناضلة اللي تزيد من هذه المدينة للقدام. للأسف تتعيش مدينة فاس مجموعة ديال المشاكل في جميع المجالات، وهذا وقت ما يمكنناش في هذه الدردشة القصيرة مع الإخوان الصحفيين باش نطرقوا لها. الكل في فاس يعاني. إذا حسنتم بأنه العدالة والتنمية في هذه المدينة قدمت حسنات وضعية المدينة وصلحات أوضاع المدينة والبرنامج اللي وعدنا به في انتخابات الفلك، والمدينة فعلا وما كانوا في الجو الحار والمدينة والجو يصبح ماشي إلا شغل، إذا هما كتحسوا به لأنه العمل الجماعي هو حسن كتحس بها، زادت الطريق زادت الدور زادت المشروع هنا زادت العمل الجماعي ماشي شي هضرة، إنجازات كتزداد ميدان. فإذا كان إحساس عند أهل فاس والشباب فاس والنخب فاس والأطر فاس أنه المدينة مع هؤلاء مع الرئيس الأجنبي وباعته تحسنات، حنا الأولى نكونوا نساندوا أنهم يستمروا بدون أنهم ناجحين، ولكن الواقع ديال المدينة يكون غني عن كل شيء
هذه مدينة 5 سنوات هذه وهي تعيش الويلات كل الويلات، حتى أنها سميت بالمأساة المغربية لا تراجيدي ماروكان. فلإنقاذ مدينة فاس، لأنه اليوم المدينة معطلة، المدينة متوقفة، كلما توسعت جغرافيتها وكبرت ديموغرافيتها كلما كثرت مشاكلها، وللأسف الشديد مسؤولها المنتخبون الذين عمروا وجيء بهم على أساس أن يحرروا مدينة فاس، يبدو أنهم عوض أن يحرروها قد حرحروها. ونحن عازمون إن شاء الله على أن نصلح هذه الأوضاع بالاتحاد الاشتراكي وبمعية حلفاء وأصدقاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأن فاس تستحق الأفضل. فتحية لكل الاتحاديين، ودعوتي لكل الاتحاديين أن نعتبر أن مصلحة الاتحاد، مصلحة الوطن، مصلحة المدينة فوق كل أنانيتنا وفوق كل الاعتبارات. ونحن عازمون إن شاء الله أننا سنطلق دينامية مسترسلة ابتداء من اليوم. نشكر بطبيعة الحال إخوان التوفيق باتور قادر دواس محمد
نحمدوا الاخوان شيبا وشبابا الذين حضروا معنا. شوف تيقوا في نفسكم، تيقوا في حزبكم، تيقوا بانه بلادكم مازال ربعكم وبقى حزبكم. اللي خصنا نديرو هو اننا نكونوا في المستوى ديال ما تنتظروا منا بلادنا. لا انتظرنا خصنا نكونوا في المستوى. الخطوه الاولى هي نجمعوا انفسنا، الخطوه الثانيه هي نتوحدوا نصافوا نصفيوا المبنى العربي ديالنا، الخطوه الثالثه هو نعتبروا اننا كنا متطوعين لخدمه واحد المشروع ماشي لخدمه اشخاص او افراد او مصالح. والخطوه الرابعه هو انه اللي في اخوان الاخوات بقي عبيد الله مسؤولا او مرشحا او قائدا، نحن نفتح له صبرونا واخواننا وامكانياتنا لا ستكون على اشارته لغايه، لان انا بالنسبه لي ان نجحت في الحال راني جيت انا ونجح المغرب ونجح الاجيال ونحن الاجيال ديال المستقبل من مراضي فاسده ديال اعداء التحكم في التصميم الاخيره. تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.
شي واحد لا واحد منكم راه ما يمكنش يكون شي واحد منا اللي حاجه ما اتفقناش عليها كلنا. Hello.